نقول أن بلادنا تحتاج إلى مزيد تعزيز الوحدة، ومزيد تعزيز التوافق، ومزيد تعزيز التشارك. وهذا في الحقيقة ثم بعض المؤشرات اللي ما تدلش عليه. كي نسمع أنا والحكومة جعلت شعار من شعاراتها، وسيادتك عبرت على هذا صراحة أنه لما كان لوزراء بن علي في هذه الحكومة، والناس كل سمعتوه الكلام هذا، ونسمع أن هناك حملة في بعض الوزارات، وأذكر منها وزارة فقط، وزارة الشؤون الدينية المفروض تكون أبعد، وذكرتها لأنها المفروض تكون أبعد من كل الوزارات على التحزب والاعتبارات السياسية. عندما أسمع أن هناك في وزارة الشؤون الدينية حملة لعزل موظفين بدون سبب، وتعويضهم بموظفين عملوا مع المخلوع، أليست قلت لا مكان في وزارتي للذين عم مخلوع؟ نقول هذا شيء خوف. كيف نسمع فيه أن هناك حديث على توحيد الخطبة الجمعية وتصبح هابطة من الوزارة، ما نش عارف وزارة الشؤون الدينية ولا وزارة الدفاع والداخلية ولا كذا، نبدأ نخاف والشعب يخاف.